لما بتشوفوا الصور اللي حضراتكم شايفينها وصور الدعم وصور الناس، لكن خليني أقول لكم إنه منتشر كتير جدا على السوشيال ميديا، وبالذات الشباب الحقيقة على مستوى العالم بدأوا يعملوا ربط في مسألة الإبادة اللي موجودة في قطاع غزة، إبادة للساكن الأصلي اللي هو الفلسطيني اللي هو أصل البلد اللي هي أرضه، فبدأت الناس تعمل ربط ما بينهم وبين السكان الأصليين اللي كانوا موجودين في أمريكا، موجودين في كندا وأستراليا، واللي تم إبادتهم. الناس بدأت ترجع تفتح صفحات التاريخ، فتعالوا نفتح صفحات التاريخ مع حضراتكم مع دكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ ونسأله نفس السؤال. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذ شفك، مساء الخير عليك وعلى يعني مشاهدينك الكرام. مساء الخير يا فندم. يعني يمكن الناس بتدور طول الوقت على الأخبار عشان تؤكد وتوثق، يعني أنا سعيدة إنه حتى الناس على السوشيال ميديا بدأت تعمل ربط ما بين ما يحدث في قطاع غزة وما حدث قديما في أمريكا وأستراليا وكندا للسكان الأصليين. صحيح صحيح، يعني ده بيرجعنا لفكرة الاستعمار الاستيطاني. في أنواع كتيرة من الاستعمار، لكن أشدها في الحقيقة وأفظعها هو الاستعمار الاستيطاني. صحيح. اللي هو مش بس بيكتفي باحتلال الأرض، لكن بإبادة السكان وتغيير المعالم وإقامة معالم جديدة تماما، وده اللي حصل في الأمريكتين بشكل صح. عام، وفي أستراليا بشكل خاص، واللي كمان بيحصل في الحقيقة او اللي حصل واللي بيحصل في فلسطين في الحقيقة. صحيح. وقيام إسرائيل. الحاجة كمان بس الغريبة إنه مهما تمت الإبادة حضرتك بتلاقي إنه بتبقى العادات والتقاليد موجودة، يعني أعتقد حتى في أمريكا العادات والتقاليد بتاعة الهنود كما هي دايما موجودة وفرضت نفسها أحيانا كمان على الكيان الأمريكي كله، يعني مهما هم أخفوا سكان أصليين لكن ما بيقدروش يخفوا عادات وتقاليد متأصلة في الجينات. بالضبط، يعني النموذج، يعني حضرتك ضربتي مثل بأمريكا وحركة الإبادة اللي حصلت لما سمي بالهنود الحمر. يعني تسمية الهنود الحمر دي كانت في الحقيقة نوع من السخرية من السكان الأصليين، إن هم لقوا ناس سمر، يعني الأمريكان المهاجرين لقوا ناس سمر فقالوا دول الهنود، على أساس إن الهنود في الذاكرة الجماعية الأوروبية بما إن المهاجرين من أوروبا هم سمر، وبعدين لقوا ناس سمر وبيحطوا زينة وحاجات بألوان يعني مختلفة، فعشان كده سموه. أنا سمعت كمان إن كريستوفر كولومبوس لما وصل إلى السواحل الأمريكية تخيل إن هو وصل بالغلط إلى الهند، يعني لما شافهم فعلشان كده يمكن كانت التسمية بالهنود الحمر. يعني بالضبط، أصل غرض الرحلة أو هدف الرحلة كان في الأصل هو الالتفاف حول الكرة الأرضية من ناحية عكسية للوصول إلى الهند والسيطرة على طرق التجارة الدولية في آسيا من غير ما يمروا بأراضي صحيح. العالم الإسلامي والبتاع، حركة الكشوف الجغرافية. صحيح. فكان بالنسبة لهم كل دول هنود، رغم إن هم يعني ما يعرفهمش، بس كان نوع من أنواع مسخ الهوية في الحقيقة للشعوب الأصلية. الحقيقة يمكن أنا يعني يعني زرت أمريكا كتير، ولكن في ولايات كتيرة الحقيقة بتبيع الزي الهنود الحمر، يعني هو يعني علشان كده بقول لحضرتك لم يستطيعوا التخلص من العادات والتقاليد والجينات اللي هي بتنقل العادات والتقاليد طول الوقت. ده هيخليني برضو أرجع بقى مع حضرتك إلى فلسطين. يعني في فلسطين يعني وخلينا حتى من قبل النكبة، فلسطين وهي موجودة وعاداتها وتقاليدها وناسها، ولكن لما بدأ المحتل الإسرائيلي في احتلال فلسطين بدأ هو كمان يقلد ما يراه، يعني احنا بنشوف كتير من المستوطنات شبه المدن او يعني الاماكن الفلسطينيه القديمه، يعني لو زرت نابلس تلاقي المستوطنات اللي قدامها شبهها اصلا، يعني هو كمان بيحاول يقلد نفس الطبيعه
واحيانا صحيح. كمان بياخدوا المأكولات بتاعتهم ويسموها وكأنها إسرائيلية، واحيانا بياخدوا شوية من الزي ويسموه، فهذه الأشياء ايضا للساكن الأصلي لابد ان توثق، يعني علشان يبقى المحتل او المستعمر ما يقدرش يغير في العادات والتقاليد. بالضبط يا أستاذة، يعني آخر استعمار استيطاني أو ما قبل الآخر بقى كان جنوب أفريقيا، اللي هم صحيح. البيض في جنوب أفريقيا اللي تصوروا أنهم هيمحوا الثقافة والحضارة الأوروبية، إلى أن حدث التطور الكبير وتم ظهور جنوب أفريقيا بشكل جديد، وتم اندماج البيض مع السود مع نيلسون مانديلا. في إسرائيل في فلسطين في الحقيقة كانت في محاولات لطمس الهوية الفلسطينية والدعاية الصهيونية، خليني أركز صحيح. على مصطلح الدعاية الصهيونية أكتر، راج في أوروبا على إن فلسطين هي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، إن مفيش ناس في فلسطين دي، وإن اليهود المضطهدين في جميع أنحاء العالم فيما عدا بالمناسبة العالم العربي والإسلامي وحتى المؤرخين اليهود والإسرائيليين بيشهدوا بذلك، محتاجين أرض، ففلسطين هي أرض بلا شعب. في الحقيقة ده مش صحيح، وفي الحقيقة الأرض زي ما حضرتك قلت الأرض والهوية فرضوا نفسهم لدرجة إن حاجة زي الفلافل أصبحت صحيح. جزء من الهوية، بيعملوها إسرائيلية، فلافل إسرائيلية، المطاعم الإسرائيلية في العالم كله بتصدر الفلافل على إنها منتج يهودي. بالمناسبة ما عندناش مشكلة خالص مع التراث اليهودي، مصر والمنطقة العربية اليهود عاشوا فيها بشكل صحيح حرية كبيرة جدا. أيوه. واحد من أشهر المخرجين السينما المصرية توجو مزراحي، بس دول اليهود المصريين أو العراقيين أو المغاربة، لكن أنا بتكلم بقى على اليهودي الأوروبي، إيه علاقته بالفلافل مثلا؟ يعني هتلاقي اللي هو عايش في المنطقة الشرقية تأثر بها، ده أكيد. بالضبط بالضبط. فالفكرة الهوية ما عندناش فيها أي مشكلة، لكن هي المشكلة طمس، محاولة طمس هوية سكان البلاد الأصليين، وده في الحقيقة التاريخ أثبت أنه هو فاشل بامتياز، لدرجة أن شاعر كبير فلسطيني زي محمود درويش، محمود درويش طبعًا. هو ابن فلسطين 48 صحيح. هو ابن فلسطين تحت الاحتلال صحيح، وبيكتب شعر بالعربي. بالمناسبة دراسات كتيرة جدا سواء في الخارج أو في الداخل، يعني في العالم العربي، بتثبت مدى تأثير أو تأثر الشعراء الإسرائيليين بشعر محمود درويش أكيد. من الناحية الفنية على فكرة نفس الشيء. حضرتك لو بنتكلم بقى في التاريخ، تعال نروح مثلا للأندلس، يعني خلينا نقول مثلا سيرفانتس، لوبي دي بيجا، كاردولون دي لا باركا، دول من أهم الشعراء الأسبان اللي تأثروا جدا بالشعراء العرب والشعراء يعني اللي كتبوا يعني أجمل الشعر، هم تأثروا بيها بشكل كبير. الله ينور على حضرتك. عشان كده أنا كمؤرخ بقول إن مستقبل المنطقة والصراع في الحقيقة هو إن هتعود الأمور إلى مجراها. طول عمر اليهود بيعيشوا في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية، يعني لما انطردوا من الأندلس، لما جم الأوروبيين الأسبان والبرتغاليين وطردوا المسلمين من الأندلس، طردوا معهم اليهود بالمناسبة. صحيح صحيح. فانا والمؤرخين اليهود بيقولوا عن المنطقه جنوب البحر المتوسط اللي هي منطقتنا، يعني انها كانت جنه اليهود اللي استقبلت اليهود واستقبلتهم بترحاب وعاشوا من خلال. أيوه. انا رايي ان في الحقيقه التطرف الصهيوني هو معادي للتاريخ، وهو اخر صحيح. استعمار استيطاني، وان المنطقه اذا تجاوزت هذا، وان شاء الله هتتجاوز إن شاء الله هتتجاوزوا التطرف الصهيوني المتطرف، تتجاوزوا بقى مع حكومة أخرى وناس تانية يعني كلها بالزبط. أمنيات يعني ما نراه من إبادة مخلي كل الأفاق الحقيقة مسدودة تجاه ما يحدث من هذا المحتل الغاشم. يعني
اتصور ان يعني الشعب الفلسطيني لو كان هيباد كان ابيد بعد نكبه 48. نكبه 48 في الذاكره الفلسطينيه قاسيه جدا، هي قاسيه، بس تخيل حضرتك الارقام، ان النكبه واللي تم يعني نزوحهم لا يزيد عن مليون. احنا الان في 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 قطاع واحد 2 مليون، عندنا اباده هتكون اكتر وهي النكبه الثانيه. يعني الحقيقه صح. الارقام تتزايد وهم بيعيدوا نفس الشيء، لانه هي دي قناعتهم، دي قناعه المحتل نفسه. هيظل زي ما حضرتك قلت، التاريخ صعب انك تطمس التاريخ او العادات والتقاليد. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عفيفي، استاذ التاريخ.